أهلا أهلا يا بويز، كيف حالكم؟ أنا اسمي ثلاجة ولكن لست ثلاجة حقيقية. هوهوهو، خذ تفضل تناول القليل من الآيس كريم. نحن الآن في فصل الصيف، وفي فصل الصيف تكون الحرارة مرتفعة جدا، وجميع الناس يحبون الذهاب إلى الشاطئ من أجل الاستمتاع بالبحر والأجواء اللطيفة. أنا أيضا أريد الذهاب إلى الشاطئ ولكن لا أستطيع. سمعنا ماشيين بنادم مانايا. لماذا؟ أنا ثلاجة والثلاجة مكانها في المطبخ ولا يوجد البحر ورمال في المطبخ. حسنا هذا لا يهم، سوف أعطيكم نصائح حول الذهاب إلى الشاطئ. أولا، لا تجلس لمدة طويلة تحت الشمس. ثانيا، لا تتناول الكثير من الطعام. ثالثا، لا تلتقط الكثير من الصور. أنت ذاهب في رحلة إلى الشاطئ وليس إلى جلسة تصوير هوليوود يا رجل. رابعا وأهم نصيحة، لا تنزل إلى البحر، البحر خطير جدا، وربما سوف يهاجمك قرش خطير ويحولك إلى سوش ياباني طازج. قبل أن نكمل المقطع فلنتصل بمدام سعاد حتى تخبرنا طريقة تحضير سوشي سمك القرش. الواو الواو يا مدام سعاد. من معي؟ إنه أنا الثلاجة. هو مرحبا يا ثلاجة، كيف حالك؟ أنا بخير، وأنت كيف حالك؟ أنا بخير. ممكن بليز شرح لطريقة تحضير سوشي سمك القرش؟ كأي، سوف أشرح لكم طريقة تحضير سوشي سمك القرش. نحتاج للمقادير التالية: القليل من الأرز الياباني، بعض القطع من سمك القرش، القليل من الماء، القليل من خل الأرز، ملاعق كبيرة من السكر، أوراق من الأعشاب البحرية. ومن أجل تحويل هذه المكونات إلى سوشي سمك القرش، ما عليكم سوى خلطها جيدا ووضعها في المقلاة بنار هادئة وتناولها مع العائلة. لحظة واحدة يا مدام سعاد، لم تشرحي لنا طريقة طبخ السوشي. ليس لدي الوقت الكافي يا ثلاجة، والآن إلى اللقاء. تفويو، لقد أغرقت الخط في وجهي. أنا أصلا لا أحب سوشي سمك القرش، ما أحبه فعلا هو القرش. لا لا يا بويز، ليس هذا القرش، بل القرش الآخر. نعم أنا أحب هذا القرش، هذا الشخص هو شخصيات أسطوريات حقيقية، إنه شخصيات نادرة جدا. يا خبيث خشة، أنا حكمك يطلعك. لكن اسم القرش هو اسم مستعار. نوني؟ اسمه الحقيقي هو كوكوفا إجباوند، كوكوفا إجباوند ليس اسما حقيقيا. ولكن كيف حصل كوكوفا إجباوند على لقب القرش؟ وبجي فاقابو، انا دورتها، انا قرش، انا قرش، خلاص انا دورت القرش، انا مع القرش، انا ما اسحب القرش. كريم عندك سؤال اخر؟ فضلك. اذا كوكوفا إجباوند اصبح قرش عندما انضم الى عصابة القروش. انا قرش. ولكن السؤال الحقيقي، لماذا انضم كوكوفا إجباوند الى عصابة القروش واصبح قرشا؟ شوف انا باخو ما انا عارفين من الشاشة من الاخر، ام يحوس علينا الدولة. اذا سبب انضمامه الى القروش هو عندما لاحقته الشرطة. نخدمه ونحن مشغولين ولكن لماذا الشرطة تلاحقه؟ احنا ما جيناش حوسه، جينا انا عارفين. همم، إذا الخلاصة هي أن كوكوفا إجباوند كان يشعر بالملل فقرر الذهاب مع أصدقائه في رحلة سياحية، ثم تفاجئ بأن الشرطة تلاحقه وبذلك أصبح قرشا من أجل التخلص من الشرطة. انظروا إلى الفيديو، إنهم أصدقاء القرش، هل القرش يحبهم يا ترى؟ هو ولكن من هو القرش في الحقيقة؟ هل هو سيارة كإديلاك؟ توابل صحراوية؟ غسالة مريولة؟ صحن تلفاز؟ من أجل معرفة الإجابة الصحيحة والمزيد من المعلومات عن القرش، هيا نذهب إلى جوجل. مرحبا يا جوجل، أنا ثلاجة. بليز أخبرين لي من هو كوكوفا إجباوند الملقب بالقرش، وربما أبعث لكم شطير بيتزا لاحقا. مرحبا يا أيها القرش، كيف حالك؟ أخو جلول وشراك صبا. أنا ثلاجة ولست جلول. لا، لا أحد يريد حساب الفيسبوك خاصتك. ماذا تقول للذين لا يحبونك؟ ماذا حدث معك عندما كنت في ملعب؟ ما هي وظيفتك الآن؟ وماذا تقول لأصحاب الكاسكروطات؟
لكم صاحب الكاسكروت تخطونا. وماذا عن جلول؟ جلول هذه كاس جلول. إذا من أنت؟ أنا كوكو. ولكن هل أنت كذب؟ أنا مش نبدا. أنت قرش وأنا ثلاجة. وماذا تقول عن مولودية؟ نيت ولا مولودية خسرة. إذا أنت تحب المولودية. وماذا تقول لأصحاب الكسكروتات مجددا؟ اختينا يا أصحاب الكسكروتات اختونا يا أخو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى تصلك المقاطع النادرة من عند الثلاجة. ولا تنسى كذلك الاشتراك في قناة المنصة الإسلامية الخاصة بالقرآن والأدعية والمعلومات. سوف أترك لكم الرابط في صندوق الوصف. أنا كوصع يا أخو، إحنا نحيين ولي ما يحبناش حبوه ولي يحبنا ما نحبوش.